مع فتح باب تلقي لقاح كورونا بدون موعد، شهد مركز التطعيم المقام بمركز إربد الثقافي ازدحاما وفوضى مع البدء بإعطاء المطاعيم لمن تجاوز 12 من العمر. مواطنون قالوا إن إقبالهم على التطعيم في هذا المركز بسبب تخصيص هذا اليوم لإعطاء لقاح فايزر بايونتك، مطالبين بتوحيد أنواع المطاعيم في المراكز كافة لتجنب هذه الازدحامات. ما بزبط هذا الحكي يا عمي، لازم يكون في نظام، لازم يكون في دور، لازم يكون كل واحد يوقف مكانه ويجي على دور يستهول ياخذ هويته ويطعم. تفاجأت كثير، وحتى على مستوى انه ما في دور، ما في تنظيم، وكمان في واسطات، يعني انا شفت بعيني كل واحد له قرايب بيجي بيسلم الهويه بفوتهم. انا شايف الوضع يعني والله يعني مش طبيعي، يعني لا يسرى له، يعني الازمه هاي يعني، وكيف وين التباعد، وين الكمامات، وين الامور مثل هاي. بلاحظ انه في اجراءات معقده شوي وما فيش ترتيب. رغم ان الاجراءات يعني كويسه، انه لازم يحدد الموعد، لازم يسجل.